20 من شهر ديسمبر الحالي لعام 2023 للميلاد بانطلاقة 4 أشواط خاصة بأبناء المنطقة هنا، ومن ثم نستكمل 10 الأشواط الأخرى. نسير مباشرة إلى انطلاقة شوط الأبكار الثنايا المحليات الأصايل. نتمنى للجميع بإذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. نرحب بكل الحاضرين في ميدان السوان، كما نرحب بكل المتابعين عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج والقنوات الأخرى الناقلة لهذا السباق. ونرحب أيضا بإذاعة الإمارات من رأس الخيمة الناقلة لهذا الصوت في كل صباح وكل مساء. نسير مع هذه الانطلاقة الأولى ومع مقدمة الشوط والمركز الأول، هذه اللي في الصدارة. وفي المقدمة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هذه مرموق السالب السيف بن مصبح المسافري يتقدم، بينما الدخول على المركز الثاني هذه حظوظ مبارك بن راشد المتفيج الاجتبي خذت المركز الثاني، بينما المركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات وانطلقت بهذا الأداء المميز على المركز الثالث. مشاهدين الأعزاء هذه الحقة عيسى بخلفان بشاوي الغفلي القادم من ميدان اللبسة بمشاركة رائعة وجميلة. المركز الرابع، الزاوية الأخرى تحمل لنا أيضا أسماء قوية، ولكن اللي تدخلت في هذه اللحظات هذه أبعاد محمد بن شطيط بن مصبح المتفيج الاكتبي خذت المركز الرابع. والمركز الخامس هذه جمايل سلطان بن علي بن عمير الاكتبي قادم من ميدان التلة يتقدم من خلال هذه المنافسة. والعزر السيف بن مبارك بن غويث الاكتبي يأتي من خلال هذه المشاركة أخذت المركز السادس. المركز السابع، هناك روعة لسلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الاكتبي يدفع بورقتين بن غويث، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للسبع المراكز الأولى، بينما أرصاد لكاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري خذت المركز الثامن. طلب لخليفة بن سالم بن راشد الاكتبي خذت المركز التاسع. والمركز العاشر تدخلت هناك مشاهدين الأعزاء اللي هي وصلت حفلة لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، وصل في هذه اللحظات وخذ المركز العاشر. هذه 10 المراكز الأولى، ونيدان الأول عبر الهواء مباشرة وعبر لمسات حسين السيد مخرجنا يتقدم ويقدم لنا كل صغيرة وكبيرة من هذا الانطلاق الجميل. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا نسير مع المقدمة ومع الصدارة ومع المركز الأول بالمقدمة والصدارة والانطلاق. هناك أيضا الصدارة والمركز الأول، ما شاء الله. هذه هي اللي في المركز الأول مرموقة سالم بن سيف بن مصبح المسافري بدأ يسافر إلى بر الناموس. شاذر الناموس في الانتظار يا المسافري، والزعفران بو حمدان زعفران سمير أيضا ينتظر الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث. الثلاث المراكز الأولى خططا وطليا بالزعفران أيضا من خلال هذا المهرجان. المركز الثاني، من وصلت في ثاني المراكز وتقدمت هناك أيضا هي القادمة بكل قوة، القادمة بأداء متميز. هذه أبعاد وتقول انتم ابعاد ولا قريبين. محمد بشطيط بن مصبح المتهيج الاكتبي بدا يغير مع ابعاد. شوفوا الاسماء اللي تدخلت، اول ندى لمرضيه يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي وصل، وخطير الكعبي. الكعبي ايضا يتقدم خذ المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت ارصاد لكاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري، يقدم ارصاد بدا يرصد الموقع. ارصاد وصلت في هذه اللحظات، ارصاد تقدمت في هذه اللحظات. هذه ايضا القادمة، هذه الواصلة مشاهدين الاعزاء، هذه هي حلوة لراشد بن محمد بن عبيد المسافري. المسافري بدا يتقدم، ولكن منحلة حمد بن خميس بن بدر العليلي يقدم منحلة، يقدم منحلة وصلت في هذه اللحظات، يقدم
الاسم، هذا الاسم الخطير يتقدم بن بدر، سجل انجازات قويه وسجل ايضا مع الشامخ في سن الحقاي، يتقدم اليوم وياخذ المركز الخامس، المركز السادس، هناك بن كاسب المركز السابع، اهالي طوي السيمان القادمين ايضا من خلال تواجد اللي العزره او الروعه، سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي وصل في هذه اللحظات، ويتقدم عيسى بن خلفان بن شاوي الغفلي من خلال الحقه القادمه في هذه اللحظات، الحقه يا لها من اسماء قويه، يا لها من اسماء قادمه، براقه الراشد بن محمد بن مطر الكيبالي، وصلت براقه، وصلت براقه، وصول اخر جديد من خلال تواجد شواهين صقر بن سلطان بن هويدن الكتبي، مرحبا يا بن هويدن، شوفوا الاسماء القادمه والمتحديه في هذا الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام، يا هذه الانطلاقه القويه والعملاقه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، عوده الى مقدمه الشوط، ابعاد ابعاد على الصداره، ابعاد على المركز الاول، ابعاد على مقدمه هذا الشوط، هذه ابعاد محمد بشطيط بن مصبح المتفيج الكتبي، تتقدم هذه الاسماء، وصل الكعبي، وصل الكعبي، يقدم مرضيه ايضا، يتقدم من خلال هذا الاسم، يتقدم من خلال هذا التواجد، او هذه هي القادمه، قادمه مرضيه، يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي، خذت المركز الثاني، المركز الثالث حلوه، راشد بن محمد العبيد المسافري، وصل المسافري، المسافري قادم بكل قوه، خذ المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع، وصلت ايضا مرضيه، احمد بن راشد بن مصبح بن عيد الراعي، قدم على المركز الرابع، المركز الخامس منحله لحمد بن خميس بن بدر العليلي، وصل العليلي، اسماء قويه قادمه ومنطلقه، هذه غازيه معيصم بن علي الهاتفي الكتبي، يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقه، يقدم لنا هذه التحديات، بينما هناك وصلت النواعس للدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي، وصل شعار بوهند ليتقدم من خلال هذه المنافسه القويه وهذه التحديات، يا سلام، احلو المنافسة، يحلو الرقصة مع الكبار، يحلو التحدي مع الكبار، يا سلام على هذا الجو الرياضي، الجو الممتع هنا في ميدان السوان بإمارة راس الخيمة، بمهرجان سيدي أبو خالد، بدأت أيضا تسير إلى المركز الأول، مرضية أحمد بن راشد بن مصبح بن عيد الراعي، الراعي وين الموقع؟ الكيلومتر الأخير، الغلاف الجوي غير، بدأت جولة الأوامر خفيفة وطفيفة، المركز الثاني، المركز الثاني، هذه ابعاد محمد بشطيط بن مصبح المتسيق الكتبي، وصلت ابعاد، وصلت ابعاد، وتقدمت حلوه، حلوه يا حلوه، راشد بن محمد العبيد المسافري يتقدم مع حلوه، وهناك مرضي يوسف بن سعيد بن ضحي الكعبي، وصل المهندس ليتقدم من خلال تواجدي النواعس الدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي، ولكن شوفوا القدوم، براقه براقه، راشد بن محمد بن مطر كيبالي، وصل الكيبالي الاربع المراكز الاولى، ولكن شعار بوهند، شعار بوهند حركه وما حرك، يا سلام، بدا يتغير الموقف، ال 500 متر الاخيره ما بين براقه، ما بين براقه، راشد بن محمد المطر الكيبالي وما بين النويعس، الدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي غير الى المركز الاول، غير الى المركز الاول، يلا يا محسن، يلا يا محسن يا الوهيبي، روح، ولكن شوف القدوم الجديد القادمه، هذه شواهين صالح بن سالم بن شاوي الغفلي، اول ندى، اول ندى البشاوي ايضا يافا من المناطق الخلفيه وخطيره، ولكن هناك المركز الاول النويعس، الدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي، في الليل معلى، في الليل معلى، ميدان اللبسه، ميدان اللبسه، سلام للدكتور راشد على هذا الفوز، سلام لمحمد بن بطي على هذا الفوز، والهلال وللمهندس حمد بن بطي والعدي وعلي على هذا الفوز الكبير، والتهنئه لبطي بن محمد الغفلي، سلام في مع الله، سلام سلام على هذا الفوز، تهانينا والناموس ومشكور يا محسن بن علي الوهيبي، هي ايضا من قدم هذا الاسم من خلال تواجد النويعس للدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي، قدم نوعيه جميله، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الانتصار الجميل، لحظات الاعاده والفوز المركز الثاني، فاجاتنا في الامتار الاخيره هي شواهين صالح بسالب بشاوي الغفلي المركز الثالث، المركز الثالث كان دخول ايضا من رفيعه لمحمد بن حمد بن راشد الغفلي المركز الرابع،
مركز الرابع وصلت فيه اللي هي مشاهدين الاعزاء براقه راشد بن محمد بن مطر الكبال المركز الخامس. هي حلوه لراشد بن محمد العبيد المسافري. توقيتنا الزمني 9 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للدكتور راشد بن بطي بن محمد الغفلي على فوز النويعس. تهانينا لابو هند حمد بن بطي الغفلي سلام المهندس سلام. المركز الثاني 9 دقائق 17 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على فوز شواهين لصالح بن سالم الشاوي الغفلي، أخرها شوي ولكن هاردك. المركز الثالث أيضا فاجأتنا في الأمتار الأخيرة ب9 دقائق 17 ثانية و5 أجزاء من الثانية. ما يبنى لها الطاري الرفيعة لمحمد بن حمد بن راشد الغفلي. تهانينا والناموس. بينما المركز الرابع براقة لراشد بن محمد بن مطر الكيبالي أيضا ب9 دقائق 17 ثانية و9 أجزاء من الثانية. خامسا حلوة لراشد بن محمد العبيد المسافري بأيضا 9 دقائق 18 ثانية. هنا كما تشاهدون التوقيت وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس النويعس هي بطلة أول أشواط الثنايا المحلية الأصايل للدكتور راشد بن محمد أيضا راشد بن بطي بن محمد الغفلي. تهانينا والناموس وتهاني لأبو سعيد محمد بن بطي الغفلي على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد